ونبقى في نفس كمبلة. الإطار. وخلال إقامتها بالعاصمة نجمين، قامت اليوم السيدة الأولى بالكاميرون شانتال بيا بزيارة إلى مقر مؤسسة القلب الكبير، وذلك برفقة السيدة الأولى بالبلاد هند ديبيت نوه رئيسة المؤسسة، حيث حضر المناسبة عدد كبير من أعضاء المؤسسة. تقرير عثمان عبد الغني إدريس. على هامش خدمات القمة الغير عادية للمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية التي استضافتها العاصمة نجمينا، وبعد الاستقبال والترحيب الذي حظيت به سيدة البلاد الأولى لدولة الكاميرون شانتال بيا من قبل نظيرتها سيدة البلاد الأولى هند ديبيت نوه، حيث قامت شانتال بيا بزيارة رسمية إلى مقر مؤسسة القلب الكبير الكائن بحي بقناش، ترافقها السيدة الأولى هند ديبيت نوه رئيسة مؤسسة القلب الكبير بحضور عدد كبير من أعضاء المؤسسة ورفد المرافق لسيدة البلاد الكاميرونية شانتال بيا. وخلال هذه الزيارة الأخوية الإنسانية والعملية، تعرفت على الدور والأعمال التي تقوم بها مؤسسة القلب الكبير والتي تنصب في صالح الضعفاء والمساكين والمحتاجين والمرضى في تشاد، وخاصة تعمل من أجل رفاهية الأسر الضعيفة والأيتام والمرأة. وتقوم مؤسسة القلب الكبير بمعالجة المرضى المصابين بأمراض مستعصية، وتساعد الأسر الضعيفة من أجل تعليم أبنائهم وتوعية المواطنين بهدف محاربة الفقر والجهل وترك العادات الضارة، لا سيما محاربة الزواج المبكر والأنف الممارس ضد المرأة والأطفال. سيرة البلاد الأولى هند ديبيت نوه أكدت لنظرتها الكاميرونية شانتال بيا بأن مؤسستها القلب الكبير أسست من أجل مساعدة الضعفاء ريبريس، أسست من أجل مساعدة الطبقات الضعيفة في المجتمع، وتعمل المؤسسة في المجالات الإنسانية والخيرية، وتساعد المؤسسة أيضا في بناء وتربية أجيال وطنية تهتم بالوطن والمواطن التشادي، كما تقف مؤسسة القلب الكبير مع الحكومة التشادية في جميع الخدمات الإنسانية والاجتماعية، وتناشد المؤسسة جميع المنظمات الدولية والإنسانية والحكومة الوقوف معها في مساعدة المحتاجين. سيرة البلاد الأولى لدى الكاميرون، قالت مؤسسة القلب الكبير قطعت شوطا كبيرا وعملت كثيرا للشعب التشادي، وتتمنى للمؤسسة المزيد من التقدم والازدهار حتى يستفيد الجميع من هذه الأعمال الخيرية والإنسانية، مشيرة إلى أنها أسست مؤسسة في الكاميرون باسمها شانتال بيا من أجل مساعدة المساكين والمحتاجين في الكاميرون. وقالت مؤسستها تعمل نفس الأمل التي تقوم به مؤسسة القلب الكبير في تشاد، مؤكدة بأنها تتضامن وتتعاون مع مؤسسة القلب الكبير لمساعدة الضعفاء في تشاد والكاميرون، لأن الهدف واحد. وفي نهاية الزيارة وقبل مغادرتها لمقر مؤسسة القلب الكبير، وقعت سيدة البلاد الأولى الكاميرونية في دفتر مهام مؤسسة القلب الكبير، مشيدة بهذا العمل الجميل المقدم من قبل سيدة البلاد الأولى هند ديبيت نوه رئيسة المؤسسة. نذكر بأن الزيارة ختمت بدعوة غداء قدمتها سيدة البلاد الأولى هند ديبيت نوه على شرف نظرتها شانتال بيا والوفد المرافق لها بحضور عدد كبير من أعضاء مؤسسة القلب الكبير والمتؤوين.